الأصحاح التاسع عشر. وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ، فقال لهم: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟ قالوا: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس. فقال: وأي معمودية تعمدتم؟ قالوا: معمودية يوحنا. فقال بولس: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم، فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس. وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟ فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا. فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله. فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون: العظمة لأرطميس إلهة أفسس! وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ،
وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس. ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع. وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.